السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا ان شاء الله هنبدأ مع بعض الفصل الاول في علم الاقتصاد للصف الثاني الثانوي للمدارس التمريض. الفصل الاول بيتكلم عن علم الاقتصاد، واحنا كنا قبل كده قلنا ان في عالم اسمه آدم سميث، هو قال ان في مشكلة اقتصادية وعمل لها كتاب، والكتاب ده اللي هو الموارد. طيب لو بصينا على علم الاقتصاد بيتكلم على المشكلة الاقتصادية، ايه هي المشكلة الاقتصادية؟ هي حاجات متعددة وموارد محدودة، وآدم قال ان المشكلة مش في تعدد الحاجات وانما ندرة الموارد. لو تعرفنا الاول على الحاجة، هي شعور بالحرمان بيروح على الفرد مما يدفعه للقيام بسلوك معين للقضاء على هذا الشعور. يعني طول ما الانسان محتاج حاجة بيحس بحرمان. انا بحفظ التعريف ده، ممكن يقول لي ده مصطلح اقتصادي ويجيبه لي، او ممكن يقول لي عرف ايه الحاجه. لو بصينا على خصائص الحاجات، انها متعدده متغيره متطوره متجدده قابله للاجبال. ايه السبب في انها تعددها وتغيرها وتطورها؟ بسبب التكنولوجيا الحديثه، بسبب التطور اللي بيحصل في الحاجات. قابلة للإشباع وصلتني لظاهرة اسمها تناقص المنفعة الحدية. إيه بقى ظاهرة تناقص المنفعة الحدية اللي هي سببها الإشباع؟ إن مع زيادة الوحدات المستخدمة، هو إداني مثال كوب الماء، إداني مثال كوب الإيه؟ الماء. إن مع الكوب الأول التاني التالت، يعني مع زيادة الوحدات المستخدمة، وإداني المثال كوب الماء للعطشان للظمآن في شهر رمضان. لما بزود الوحدات المستخدمة من الوسيلة المناسبة لأن أنا عطشان، لإشباع الحاجات بتتناقص المنفعة عشان بيحصل إيه؟ إشباع. لو بصينا على أنواع الحاجات، هي حاجات، في حاجات أولية فردية أساسية ضرورية لحفظ وجود الإنسان بيولوجي، زي المأكل والملبس والمأبى والمأوى، بينطبق عليها مبدأ القص والاستئصال. يعني ايه؟ يعني مجرد ما توفت انت بس اللي بتستفيدي منها، وعشان كده قلنا انها فردية ولا يمكن الاستغناء عنها. في حاجات تانية اجتماعية، ايه الحاجات الاجتماعية؟ زي التعليم والايه والصحة، دي حاجات اجتماعية، يعني انها بتفيد المجتمع وفي نفس الوقت بتفيد الفردية. انها واحد اتعلم، طب ايه فايدتها للمجتمع؟ ان المجتمع متعلم. واحد سليم صحيح، ايه فايدتها للمجتمع؟ ان المجتمع صحيح، يبقى في صحة، يبقى في انتاج. في حاجات عامة زي الامن والعدالة، زي الصحة، زي الامن والعدالة، زي عندي كمان محطة الاتوبيس، وسائل النقل، مواصلات الشارع، الكباري، دي كلها حاجات عامة ولا ينطبق عليها مبدأ القص ولا الاستئصال، يعني مجرد ما اتعملت كلنا بنستفيد منها مش واحد بس. في حاجات تانية ثانوية زي اساليب اللهو والمرح واكتساب الخبرات، والدول المتقدمة بتبقى الحاجات الثانوية عندهم حاجات أولية ولا يمكن الاستغناء عنها. بصينا كده على، في سؤال، الحاجات هي المحرك الأساسي لكل نشاط اقتصادي صح أو خطأ مع ذكر السبب؟ أيوة الحاجات صح، الحاجات هي المحرك الأساسي لكل نشاط اقتصادي. طب إيه السبب بقى؟ فسر، علل، لأن الهدف من أي نشاط اقتصادي هو إشباع الإيه؟ الحاجات. لو أنا عملت مشروع اقتصادي وما كانش بيشبع الحاجات، يبقى هيحصل إيه؟ يبقى المشروع ده هيخسر، مش هيحقق نجاح، وبعد شوية يقفله. زي في فصل الشتاء بخلي المحل بتاعي ملابس شتوية، في فصل الصيف المحل بتاعي ملابس صيفية، عشان إشباع الإيه؟ الحاجات. لو اتعرفنا على الجانب التاني من المشكلة الاقتصادية وهي المواد، لو عرفنا المورد، إيه هو المورد؟ هو كل ما يصلح لإشباع الحاجات البشرية بطريق مباشر أو غير إيه؟ مباشر. كل ما يصلح لإشباع الحاجات البشرية بطريق مباشر أو غير مباشر فهو مواد. يعني المواد بتاعي بينقسم حاجتين، لو قال لي كل ما يصلح لإشباع الحاجات البشرية بطريق مباشر أو غير مباشر أقول له مواد. طب لو قال لي كل ما يصلح لإشباع الحاجات البشرية بطريق مباشر أقول له سلع استهلاكية. كل ما يصلح لإشباع الحاجات البشرية بطريق غير مباشر فهو سلع إنتاجية. تعالي خصائص المواد، من حيث إنها متجددة
ايوه، من حيث تجددها، في متجدده وفي فانيه. الاشجار، الانسان، الحيوان، الطيور، كلها مواد متجدده. ليه ربنا خلقها متجدده؟ عشان نحافظ على النوع. طب في مواد تانية بس فانية، يعني مجرد ما أنا عمال أسحب منها بتنتهي في المكان الواحد، ممكن تكون موجودة في مكان تاني لكن في المكان اللي أنا بسحب منه ومع قصة السحب يحصلها إيه؟ تفنى، زي المعادن والبترول. تعالي كده على نوع تاني من المواد، وهي المواد الاقتصادية. احنا بقى دلوقتي بنقارن من حيث ندرتها، في مواد اقتصادية بنقول عليها نادرة، وفي مواد غير اقتصادية بنقول عليها حرة. المواد الاقتصادية هي نادرة ندرة نسبية، يعني موجودة بكميات أقل مما يشبع الحاجات التي يصلح لإشباعها. دي ليها، لو قال لي عرفي المواد الاقتصادية أو المواد النادرة، أعرف أقول توجد بكميات أقل مما يشبع الحاجات التي يصلح لإشباعها. طب لو قال لي عرفي الندرة النسبية، نفس التعريف، نفس التعريف، توجد بكميات أقل مما يشبع الحاجات التي يصلح لإشباعها. تتعريف الندرة النسبية، تتعريف المواد الاقتصادية أو المواد النادرة. في مواد تانية غير اقتصادية أو حرة، توجد بكميات أكبر مما يشبع كل الحاجات التي يصلح لإشباعها. يعني مثلا الشمس مورد حر، القمح في مصر يعمل مشكلة اقتصادية، يبقى ده مورد نادر. تعالي كده على علل سؤال. المواد النادرة الاقتصادية التي يهتم بها علم الاقتصاد ليه؟ لماذا؟ علم. لأن لها قيمة اقتصادية، وإنها بتعمل مشاكل اقتصادية، يعني تثير مشاكل اقتصادية، زي القمح في مصر مواد اقتصادي لأنه بيعمل مشكلة اقتصادية. في مواد تانية حرة زي مثلا الشمس، الهواء، نهر النيل، ده مواد حر بيوجد بكميات أكبر مما يشبع كل الحاجات اللي بيصلح ليه إشباع. طيب بس علم الاقتصاد يهتم بدراسة المواد النادرة ويهمل دراسة المواد الحرة؟ لا، لأن ممكن إهمال المواد الحرة بعد شوية تتحول إلى مواد إيه؟ نادر. يعني نهر النيل لو أهملنا وما اهتمناش بيه ممكن بعد شوية يبقى مواد نادر. الهواء ممكن مواد نادر، طول يحصلهم يتلوثوا ولا يصلحوا للاستخدام الآدمي. يبقى أنا، وعشان كده أنا عملت وزارة البيئة عشان تهتم بدراسة المواد الإيه؟ الحرة. يبقى علم الاقتصاد بيهتم بدراسة جميع الإيه؟ الموارد. وإن كان ده برضو فيه شوية خطأ، لأنه اهتمامه الأول هو المواد الإيه؟ النادرة. نشوف بعد كده، عندي نوعين من المنفعة، إما منفعة استعمال إما منفعة استبدال. يعني أنا نظري ضعيف فبستخدم النظارة ولا يمكن استغناء عنها، يبقى دي منفعة استعمال. لكن أنا عندي كمية ذهب ومش محتاجاه، فممكن أنا أروح أبيعه وأستبدله بحاجة أكتر أهمية. طب أنا عندي مشكلة اقتصادية، وقلنا المشكلة تكمن سببها الأساسي هو ندرة الموارد. طب أنا هعالجها إزاي؟ بإن أنا أستخدم عنصر التضحية أو عنصر الاختيار، الاتنين نفس الكلام، أو تكاليف الفرصة البديلة أو الفرصة الضائعة. إن أنا أختار بديل واحد وأتخلى عن البدائل الأخرى. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا أنا محتاج مثلا الصبح بقول لبابا اديني مصروفي عشان أنا عاوز أركب مواصلات، عشان عاوز أشتري سندوتش، عشان عاوز أشتري كتاب، عشان هختار كل واحدة من الحاجات دي هقول عليها بديل. لا، أنا هركب، يبقى أنا هختار حاجة واحدة بس، يبقى أنا هختار حاجة واحدة بس، إن أنا هركب وأتخلى عن البدائل الأخرى بسبب ندرة الإيه؟ الموارد، بسبب ندرة الموارد. عشان أعالج المشكلة الاقتصادية بعمل إيه؟ بستخدم عنصر التضحية أو الاختيار أو تكاليف الفرصة البديلة أو الفرصة الضائعة، يعني بختار بديل واحد وبتخلى عن البدائل الإيه؟ الأخرى. تعالي نشوف أنواع المواد. إيه هي أنواع المواد؟ أنواع المواد هي نفسها عناصر الإنتاج. يعني لو قال لي أنواع المواد أقول له هي عناصر الإيه؟ الإنتاج. في عندي مواد طبيعية، في مواد بشرية، مواد مصنعة. تعالي على المواد الطبيعية اللي هي من صنع الله والإنسان ملوش أي علاقة في وجودها، زي الغابات، الأنهار، البحار، زي المناخ.
زي الجبال، التلال، الهضاب، أي مواد من صنع الله فهو مواد طبيعي. المواد البشرية هو العنصر البشري اللي هو العمل، اللي هو الإنسان، من فكر فكري أو يدوي أو إيه أو خدمي. طيب الموارد المصنعة نوعين، إما رأس مال مادي إما رأس مال إيه اجتماعي. المادي اللي هو المعدات، الآلات، الرأس المال الاجتماعي اللي هو الطرق، الإنشاءات، الجسور، محطات المية، اللي هي بنقول عليها البنية الأساسية. لو بصينا على رأس المال، لو بصينا على المواد البشرية المصنعة وكمان على المواد الطبيعية، ألاقي أهم عنصر من العناصر الثلاثة هو الإنسان. ليه؟ لأن المواد الطبيعية مين اللي بيظهر منافعها؟ هو الإنسان. يعني الذهب دول ما هو موجود في باطن الأرض ملوش أي قيمة اقتصادية، مين اللي بيظهر القيمة الاقتصادية؟ هو الإنسان، لما بيحفر منجم ويعمل سلالم ويعمل إضاءة ويوصل للمعدن ويستخرجه ويصنعه ويحوله إلى مواد مصنعة. في الحالة دي بقول إن الإنسان هو أهم عنصر بالعمل، أهم عناصر الإنتاج هو الإنسان بالعمل بتاعه. عشان كده أنا بحافظ عليه وبرعاه من خلال بصمم برامج تدريبية بتحسن من أدائه، بعمل مراكز تدريب عشان ترفع من أدائه، بعمله رعاية صحية من خلال تأمين صحي، برامج توعية صحية. الصبيان الصغيرين، الصبية ممنوع إنهم يعملوا، النساء بحط لهم بعض البرامج الخاصة بيهم زي حاجات خاصة بيها بالأجازة بتاعت الولادة ورعاية الأمومة ورعاية الأطفال والحاجات دي. نبصين على أهمية دراسة الموارد الاقتصادية، يعني إزاي أحافظ على الموارد في ظل الندرة، في ظل المشكلة الاقتصادية. وإحنا قلنا المشكلة الاقتصادية هي مشكلة ندرة في الموارد. طب أنا عندي مشكلة ندرة في الموارد، يبقى لازم أحافظ على الموارد. إزاي؟ بإن أنا الدول، كل الدول سواء كانت متقدمة أو دول نامية، بتستغل المواد بأقصى درجة ممكنة وتحافظ عليها. يعني أنا دلوقتي في مصر عندي مشكلة القمح، يبقى رغيف العيش ده مهم جدا، أحافظ عليه، أستغله أقصى استغلال. اللي اتبقى مني أقطعه أخد جزء، واللي اتبقى مني هشيله لما أحتاجه مرة تانية، يبقى أنا كده بستغله أحسن استغلال وبحافظ عليه. بعد التنمية، يعني أنا بكبر المورد بتاعي. كل الدول المتقدمة والنامية بتعمل برامج تنمية، ممكن البرامج دي 5 سنين 10 سنين. يعني مثلا في ال5 سنين اللي جايين أنا هبني مستشفى، لا هبني مدرسة، لا أنا كده بعمل هبني مصنع، أنا بزود رأس المال بتاعي، يعني بعمل تنمية، يعني بحافظ على الموارد بتاعتي من خلال التنمية. بعمل حماية، بحمي الموارد بتاعتي. هي الموارد ممكن تتعرض ليه؟ تتعرض لمشاكل كتيرة جدا، زي الهواء ممكن يتلوث، النهر ممكن يتلوث، البحر ممكن يتلوث، ودي كل دي موارد اقتصادية، فأنا بحافظ عليها بالحماية. الموارد ممكن إنها تتعرض لعوامل سلبية زي الحروب، أنا في الحرب بدمر الموارد بتاعتي. طيب كمان في الكوارث الطبيعية، زي يحصل لي فيضان، يحصل لي زلزال، يحصل لي بركان، ده يموت الأشخاص، يموت الحيوان، يغرق الأراضي، يهدم المنازل. الله، كل ده يعمل إيه؟ كل ده يعمل لي مشكلة في الموارد بتاعتي اللي هتتدمر. كمان تلوث البيئة، سواء كان تلوث الهواء أو المية أو التربة، ده برضه بيعمل لي إيه؟ ده بيعمل لي إهدار للمواد الطبيعية وأنا عاوز أحافظ عليها. إزاي ممكن أشبع الحاجات البشرية؟ أنا عندي مشكلة ندرة، عندي مشكلة اقتصادية، طب إزاي أنا أشبع الحاجات بقى؟ إما بالسلع الاستهلاكية أو سلع إنتاجية. نرجع تاني لتعريف المورد. إحنا قلنا المورد هو كل ما يصلح لإشباع الحاجات البشرية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. طيب كل ما يصلح لإشباع الحاجات البشرية بطريقة مباشرة فهو سلع استهلاكية. وجبة الطعام أو القفاز الطبي دي سلع استهلاكية. طيب كل الخامات اللي داخلة في عشان أعمل طعام، الطماطم، الرز، مش عارفة، صلصة، بصل، كل الحاجات اللي داخلة دي بقول عليها سلع إنتاجية.
كل ما يصلح لإشباع الحاجات البشرية بتاعي غير مباشر، لسه خامات داخلة عشان أعمل طعام. الآلات والخامات والمعدات دي سلع إنتاجية. سألني هنا وبيقول لي من الممكن تكون السلع استهلاكية وإنتاجية في نفس الوقت؟ نعم، أيوة صح. إزاي؟ تعالي للمية، لو شربتها مباشرة دي سلعة استهلاكية. طب لو دوبت فيها أدوية مضاد حيوي، لو حولتها لمشروبات، يعني أنتجتها فأصبحت سلعة إنتاجية. لو بصينا كده على علم الاقتصاد، ليه علاقة بعلوم أخرى؟ أيوة، بيدرس علم الاقتصاد الظواهر المحيطة بنا. علم الاقتصاد عشان نقدر نفسر الظواهر المحيطة بنا بنختار بديل بين البدائل المتعددة. إيه أهمية علم الاقتصاد؟ هو بيفسر التطورات الاقتصادية. كل مجتمع بيحصل له تطورات اقتصادية بنتعرف عليها من خلال علم الاقتصاد. بيعالج المشاكل الاقتصادية اللي بتواجهها الدول، زي مثلا انا عندي مشكله كبيره وهي نقص القمح في مصر وبضطر ان انا استورده، يبقى انا بعالج المشكله دي من خلال علم الاقتصاد. طيب كمان بعالج المشكلات الاقتصاديه اللي بتواجه الايه الافراد، زي مثلا مشكله المواصلات. طب لو انا عندي كده كمان، ازاي اختار بديل في ظل ندره المواد؟ ما انا قلت انا عندي مشكله اقتصاديه، طيب وانا عندي بدائل وعاوز اختار البديل الاكثر اهميه، مين هيعلمني اختار البديل الاكثر اهميه؟ علم الاقتصاد، وعلم الاقتصاد بيرتبط بعلم الاجتماع وبالتاريخ وبالاداره. لو بصينا عرفنا علم الاقتصاد وهو في اول صفحه عندي في الكتاب، بس انا حطيته في الاخر لان هو المفروض يجي في الاخر. علم الاقتصاد هو احد العلوم الاجتماعيه، علم اجتماعي بيبحث بشكل منظم في كيفية مواجهة المشكلة الاقتصادية اللي هي متمثلة في الندرة النسبية للمواد. هي دي المشكلة الاقتصادية، مش تعدد في الحاجات وإنما ندرة نسبية للمواد. وعلى فكرة عاوز أقول لك حتة الندرة النسبية هي مش ندرة مطلقة، يعني المواد مش موجود، لا المواد موجود وبكميات كبيرة لكنه أقل مما يشبع كل الحاجات. يعني ايه؟ يعني بصينا على انتاجنا من القمح هو قليل، لا ده انتاجنا من القمح كتير جدا لكنه اقل من استهلاكنا، الانتاج اقل من الاستهلاك، فاصبح عندي مشكله اقتصاديه متمثله في ايه؟ في ندره القمح. يبقى المواد يوجد وممكن يكون موجود بكميات كبيره لكنه اقل مما يشبع كل الايه؟ الحاجات. طب تعالي كده عشان اعالج المشكله، يبقى المواد بتاعي المحدود، ها انا احاول ان انا استغل المواد بتاع المحدود النادر، احاول استغله عشان يحقق لي اقصى اشباع ممكن للانسان. يبقى مش العلاج ان انا استورد، لا العلاج في ان المواد المحدود ده يكفيني بان انا استغله باقصى استغلال. تعالي على فروع علم الاقتصاد وهو عندي اكتر من فرع. لو بصينا على الفرع الاول، اقتصاد الجزئي او الوحدي اللي هو اقتصاديات القيمه والتوزيع، ممكن يقول لي عرفيه وممكن يجيب لي التعريف ويقول لي ضع مصطلح اقتصاد. هو فرع من فروع الاقتصاد، يبقى الاقتصاد لها كذا فرع. بيختص بدراسه مستويات النشاط الجزيئيه، زي انا بدرس ايه؟ سلوك الوحدات الاقتصاديه الفرديه اللي هو منتج ومستهلك. اي نشاط اقتصادي فيه منتج ومستهلك، انا بدرس الاثنين. الاقتصاد الكلي او التجميعي اللي هي اقتصاديات التوظيف والدخل القومي، ده ظهر في الثلاثينات من القرن الماضي بعد ما حصلت ازمات اقتصاديه في العالم المتقدم، طبعا زي ازمه الانعكاسات اللي حصلت في ثلاثينات القرن الماضي. طيب الاقتصاد الكلي ده فرع من فروع علم الاقتصاد زي الجزئي، بس الماضي بيدرس ايه؟ المستويات العامة للنشاط الاقتصادي، يعني بيدرس الانتاج الكلي بتجميع الوحدات الانتاجية، وبيدرس الاستهلاك الكلي انتاج واستهلاك برضو بان انا بجمع الوحدات الاستهلاكية.